السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي. في هذا الفيديو سنوضح إضافة مهمة ضمن الإضافات في محرك البحث جوجل كروم، بمعنى أن هذه الإضافة مخصصة فقط أو تعمل فقط على محرك البحث جوجل كروم. وهذه الإضافة وظيفتها هي تسجيل الحضور عندما يقوم الأستاذ بإلقاء محاضرة عبر جوجل هانج أوتس أو جوجل ميت كما هو واضح في هذه الصورة. مبدئياً لابد أن نتعرف على كيفية تحميل هذه الإضافة وإضافتها ضمن الإكستنشن في جوجل ميت. راح نكتب في محرك البحث ميت أتندنس، ميت أتندنس كما هو واضح لنا ميت أتندنس. نروح نشوف مباشرة، راح يحلنا إلى هذه النتيجة ونضغط عليها مباشرة. بالإنجليزي هي extension، الإضافات هي هاي بالتحديد هذا اللوجو مالتها ميت أتندنس. أضغط هنا راح يضيف لنا، أنا بالأصل عملت لها إضافة مسبقا، فمباشرة تضغط هنا إلى إضافتها إلى كروم. راح تضاف حتى تتأكد منها أنها مضافة، تذهب إلى هذه النقاط الثلاثة إذا كانت النسخة بالعربية أو حتى إذا كانت نسخة بالإنجليزية راح تظهر من هذه الجهة، وتذهب إلى المزيد من الأدوات، وفي الإنجليزي يكتب هنا مور والإضافات، تذهب إلى هذا الخيار الإضافات وبالإنجليزي مكتوب extension. نضغط هنا راح نشوف انه هذه الاضافة مفعلة ومضافة هنا. هنا انبه الى مسألة مهمة، هذه الاضافة تستخدم لتسجيل الحضور من دون تدخل الاستاذ، يعني اوتوماتيكيا يتم تلقائيا يتم تسجيل الحضور للطلبة ضمن الفصل الدراسي وضمن المحاضرة، لكن هنالك عدد محدود ضمن هذه الإضافة إذا كان عدد الطلاب 49 فقط، أما إذا زاد العدد إلى أكثر من 49 سيتطلب من الأستاذ الاعتماد على هذه الاستضافة أو الإضافة عفوا اللي هي جوجل ميت جريد فيو. راح يكون درس إن شاء الله عنها نوضحها بشكل أكبر. راح نعتبر أنه أنت ضفت وذهبت إلى هذه الإضافة، تأكد أن الإضافة مفعلة وبدأت بإلقاء المحاضرة. هنا أنا راح أعمل درس جديد حتى نوضح كيف أنه تتم أو يتم عمل الاستضافة. راح أنسخ الرابط وأذهب للدخول من إيميل ثاني كطالب، أطلب انضمام من هذه ومن إضافة مثل ما هو ملاحظ أمامكم. من هذه الزر أقدر أخفي هذه الإضافة أو أخفيها. وهنا أنبه على مسألة مهمة، أجي منها على السيتنج وأفعل أولا شورت نيم، يعني يقول لك هنا شتيد أسجل لك الاسم الأول أم الاسم الثاني أم يعني بشكل كامل، فأنت خلي هنا على الفيرست. وهنا اللي هو generate report يعني التقرير النهائي، تريده بيا صيغة، صيغة HTML أم CSV، لا أخليه على HTML ومنها أرجع خروج، فهو أوتوماتيكيا راح يسجل الحضور مباشرة بعد إنهاء الدرس، اعتبار أنه الاجتماع انتهى وضغطت على إنهاء. راح نشوف شلون يسجل لي بشكل تلقائي الحضور وبتفاصيل أخرى سرح نشرحها إن شاء الله. راح أضغط على إنهاء الدرس ومنها أيضا تشوفون منها مباشرة أعطاني النتيجة اللي هي على
صيغة HTML. راح أضغط عليه راح تفتح لي في شريحة ثانية، يقول لي هو النظام اسمه سيف الدين. تشوفون هنا هاي الألوان هي موضحة، كان الطالب حاضر إذا كان باللون الأخضر وتحديدا بالدقيقة 20، وثم عاد هنا يكون اللون مخطط، وإذا كان هنا اللون شفاف هذا يوضح لك أنه غادر في هذا التوقيت، وهنا كان حضوره فعلي بالتفاعل، ويعني هذه ثم انضم مرة أخرى، يعني يوضح لك التايم لاين لتفاعل الطالب. يعني هذا كل شيء يفيد الأستاذ، أنه الطالب أحيانا يقيس تفاعله ويسهل على الأستاذ يعني تقييم الطالب بشكل نهائي. فهذه شو اسمه النتائج تكون مهمة، مثل ما تلاحظ اسم الفصل وكلاس ليست، رمز الاجتماع، المدة 8 دقائق أو عفوا من التوقيت والانتهاء بالتوقيت الفلاني، والبدء في التوقيت أوائل الواصلين، يعني يعطيك أيضا نتائج لأوائل الواصلين، وأيضا التاريخ، يعني تفاصيل كاملة. إذا غاب الطالب من الصف راح يقول لك باللون الوردي مثل ما تلاحظ هنا، أنه هو غاب وحضر وتفاعل، والتفاصيل كلها موجودة. مهم جدا أنه يقرأها الأستاذ حتى يفرق بين طالب وآخر من حيث تفاعله ومن حيث انضمامه الفعلي في الفصل الدراسي. أنا بصراحة ما أريد أنه نتشعب أكثر، لكن هي هذه الأساسية بالنسبة لهذه الإضافة الإكستنشن ضمن جوجل كروم، والتي تعمل على تسجيل الحضور والتفاعل في الفصل الدراسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.